رجعنا من جديد في سبور ميكس اخر جزء من الحصه نتاعنا اليوم مع ضيوفنا مروان تاج طارق العبدلي احمد الصالحي وثابت القاري. خلينا نبدا معك انت ثابت، ما لقيناش فرصه باش نحكيو في اول الحصه باعتبار انك جيت روتار سي ثابت. خلاص لك كنت في تجربه مستقبل جيبس عايش انتهيت ما طولتش برشا. بون كنت في تجربه مع مستقبل جيبس كمساعد مدرب المغربي عبد المجيد الجيلاني. بون الحقيقه الموسم الهيئه المديره الحقيقه وفرت كل مماهدات النجاح من انتدابات من تربصات، وفرت كل شيء الحقيقه. تربص كان ناجح بنسبه 90%. دوك وقت اللي بدينا الموسم الحقيقه مع المدرب السابق صاروا بعض وجهات النظر الحقيقه كانت مختلفه شوي. هذا ما يمنعش وانا الحقيقه يعني عدينا مقابلات فوق المتوسط، مقابلات كبيره ضد نادي صفاقس اتحاد المنستيري اولمبي البيجي، دونك مقابلات من العيار الثقيل بارابور للمستقبل جابس. خرجنا منها الحقيقه باخف الاضرار وحققنا حققنا نقاط. كما حكيت لك تبقى وجهات النظر بيني وبين المدرب الحقيقه كانت مختلفه تماما، ما كناش متفاهمين فاهمين برشا. دونك وقت اللي جاء سي شهاب استنيته وعملنا الباساسيون ومن بعد صارت الاستقاله. اي هو مشي على روحه، علاش ما قعدتش مع شهاب الليلي؟ الحقيقه بوتيتر فما شكون من اعضاء من هيئة المديره اللي عندهم الرغبه وانه يصير تغيير كامل في الاطار الفني. فما 90% على الاقل من 8 7 8 من الاداره من الهيئه نتاع مستقبل جيبس اللي الحقيقه حبوني نكمل، لكن فما اختلاف كيف مع زوز من الهيئه المديره اللي خلاني انا الموتيفاسيون الحقيقه تقل برشا وخيرت واني ننسحب. علاش ضحكت احمد الصالح؟ لا ضحكتوا سي شهاب ما شادش فيك الصحيح. لا قالك برب يقعد. لا سي شهاب صديق ولا حاب يتخلص منك زاد. لا 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 سي شهاب الحقيقه صديق، بتتر هو كيف صارت عليه برسيون من بعض الاشخاص اللي حكاوا معاه اللي في المرحله الجديده يحبوا مدرب من ابناء مستقبل جابس اللي يكمل مع سي شهاب. دونك نحترم الراي نتاعهم. تجربه الحقيقه تجربه بالنسبه لي كانت ايجابيه 100%. بطبيعه التجارب الكل نتعلم منها، تعلمت برشا حاجات الحقيقه. دونك نخلي ديما الحاجات الايجابيه والحاجات السلبيه ننساها في اقرب وقت ممكن، ونخمو تو نفكروا في المستقبل ان شاء الله. المستقبل فما حاجه مازال؟ والله بعض الاتصالات من خارج تونس خاصه ومن داخل، فما بعض الاتصالات من تونس ومن خارج تونس ان شاء الله نشوف. ان شاء الله ربي يسهل ربي يسهل ان شاء الله. انت طارق العبدلي مستقبل جابس، شهاب الليلي خيار الامثل اليوم للفريق؟ شهاب الليلي يعرف الاجواء جابس الخاصه، معناها جابس فريق معناها وفرق هما زوز فرق في جابس، سورتو نحكيو على الناسيونال وعلى الرابطه الثانيه المستقبل والملعب الجيبسي في فرق سخونه، انت عرفت اجواء سخونه، التمارين في مستقبل جيبس مقابلات في فرق اخرى معناها تلقى 3000 متفرج و2000 متفرج، معناها حاجه دخلات حتى في التمارين، دخلات يعني التمارين ناس دوي برشا وناس يحبوا برشا الجمعيات نتاعهم، ويسرتو معناها يلزم مدرب يعرف الاجواء هذه، ما كانش يمكن يتشوكا يمكن ما يفهمش يمكن زادا كيف نحكيوا على يخاف، سورتو معناها مستقبل جابس. انا فريق بالنسبه لي انا الجوابسيه ساعه اول حاجه كره مال، الجوابسيه باهين، الجوابسيه اي نمشيو زاد الكوتي الاخرى اللي عشت فيها يا سوسيال بالضبط اللي عشت فيها انا زاد اوقات ممتازه غاديكا، مي يحبوا برشا الكره على حاجه بركه يمكن على ثابت، يمكن زاد المدرب اللي يجي يحب يعمل ستاف معناها فهمش لو نقصد الاختيار مش معناها على فني ولا ثابت به ولا خايب ولا تعدى الحقيقه ستاف وبيدو المعدل البدني المدرب نتاع الحراس مساعد المعدل البدني بتتر انا الوحيد اللي خرجت مع اما اسلام فنيا مستقبل جابس فريق ممتاز تفرجنا فيه يلعب برشا كوره وريناه حتى مع الفرق كما مع الاتحاد المنستيري مع باجا في باجا
مع نادي رياض الصفاقسي معناها صحيت معناها عاملين يلعبوا في كره ممتازه والكره ما دام تلعب في التيران دونك نتائج توجي معناها الفريق الحقيقه قادر انه يطور بتتر مع 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 سي شاب ان شاء الله يعني تصير تغييرات خاصه على المستوى التكتيك الحاجه اللي كانت ناقصنا الحقيقه بتتر لعبنا اكثر بالاجريسيفيتي عند الملاعبيه خاطر الملاعبيه الكاركتير نتاعهم اللي هما قويين برشا في الديويل ملاعبيه اجريسيف نقصهم بين الديسبلين التكتيك الحقيقه اللي ما خدمناش عليه خاطر فما برشا خاطر برشا فما اغلبيه الملاعبين من الرابطه الثانيه زاد من الرابطه الثانيه فما ثلاثة أربعة ناصر اللي كانت عندهم تجارب في الرابطه الاولى لكن كلهم من الرابطه الثانيه ومن الشبان نتاع النادي بتتر حتى الاصابات الحقيقه وصلنا ل 25 اصابه على 32 ملاعبي دونك حتى الاصابات الحقيقه كانت مانع وانه تصير لك الاستابيليتي في التشكيله الاساسيه كان تشوف في كل تشكيله في كل ماتش نلعبوا بتشكيله مغايره شويه ديما فما ثلاثة أربعة لاعبين ناقصين بحكم الاصابات المتكرره دونك بالنسبه للاصابات حسب رئيس التان روكور اللي حاجه من الحاجات اللي وعلاش علاش الاصابات هذه والله حسب اعتقادي وانه اول حاجه نقص تجربة حسب رأيي بالحاجة نقطة من نقاط اللي ما كنتش متفاهم برشا معهم في مع الإطار الفني اللي ما كانش فما تنسيق كبير برشا بالنسبة للسيونس دونترينمون دونك المدرب حسب رأيي كان موتيفي برشا 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 اللي ما حسبش ما قراش بحساب اللي سيونس دونترينمون يلزمها فولي معين يلزمها طون دو ريكوبيراسيون معين اونتر لي سيري اونتر لي زيكزارسيس ايترا دونك ما فماش برشا ما عطاش برشا وقت بالنسبه للدوزاج للدوزاج الكونتيفيكاسيون تاع شارج دونترينمون الحقيقه كانت فيه برشا مشاكل ابار سا كيف كيف سور لو بلون تكتيك الحقيقه ما خدمناش برشا استراتيجيك سور لو بلون تكنيك الحقيقه المدرب خدم برشا برشا اما وقت تخدم برشا على سبي تكنيك ماهوش كافي وانه باش تطور ليكيب نجم تطور فرديا الفريق نتاعك لكن سير لو بلون كوليكتيف الحقيقه ما فماش تطور كبير برشا دونك صحيح وقفنا الفرق خاطر على الفاز نو بوزيسيون خدمنا عليها بالكدا بحكم كيف كيف ما حكيت لك توا ليكيب الحقيقه في الديويل في الاجريسيفيتي ديما ملاعبي حاضرين موتيفي ابار سا اذا كان شي باش يكمل باش يخدم على النقاط اللي ما خدمناش عليها ما احنا بتات ليكيب هذه تنجم توصل لبعيد وتنجم تحقق ضمان البقاء حتى يعني في البداية المرحلة الياب إذا كان ما تحسنش الأمور التكتيكية ما تحسنش دونك راهم مازالت الإصابات باش تتكرر خاطر برشا ديال وبرشا كونتاكت دونك تكتيك مو ليكيب لازم تتحسن إذا كانت تتحسن باش تضمن البقاء نتاعها إن شاء الله. هو اللي يقعد في الكرسي هذاك مروان ظهر لي مازلت كان انت شهاب الليلي مشى القابس يمن السلفاني مشى الباجا مازلت كان مروان تاز ظهر لي ثابت ان شاء الله الجاي. الحقيقه جوست برك حاجه برك بسرعه خاطر عن التليفون يظل لي ريت في شويه تسرع الحقيقه من المستقبل كابس خاطر كي تجي تشوف اليوم مستقبل كابس حتى روزليما ما مشاتش معاه من الاول اليوم على سيس ماتش لعبت كات ديبلاسمون جابت تروح برك عملت دونيو في التيران تاعها انا الحقيقه وزاد الخساره اللي عملتهم ضد ستاد تونيزيا والاولمبي البيج اللي هما تو متواجدين في المراتب الاولى في الترتيب الحقيقه صحيح هي لعبنا مع فرق كبيره من الصف الصف الاول كان دي بلاسمون معناتها ماهوش في التيران تاعكم انا الحقيقه ريت فيها شويه تسرع وكاهو تسرع لاقاله المدرب يعني وال صحيح فيها شويه تسرع والله تتر المقابله نتاع مقابله سليمان هي اللي كانت صعيبه على الجماهير وجماهير تاع مستقبل جابس كنا برشا دونك خساره ضد سليمان جابس الحقيقه كانوا فايزين وبعد عكرت الاجواء شويه هذاك علاش بتات صارت الاقاله مع المجمل معناتها اليوم معناتها في التيران تاعك عملت نيويورك ضد الاتحاد الرياضي المونستيري ونعرفوا الفريق هذا مع النادي الرياضي الصفاقسي عملت كات ديبلاسمون جبت منهم طرح تطاوين الحقيقه معناتها حاجه باهيه بالباراكونتر الكواتسيه اللي كانوا عندهم مديد على الشامبيونان نتاع الوطن معناتها في الرابطه المحترفه الاولى مشيو بالتليفون ما فماش كان كلاسيكو فوت الجمعه هذيا مروان فما كلاسيكو هوند بين الترجي في تونس والنجم الرياضي الساحلي وباش نحكيو هوند نحاول نحكيو هوند شويه توا معنا بالتليفون المدرب وائل الحري اللاعب الدولي السابق اللي عاد من تجربه من المانيا الفريق الام اتحاد مازلت ميم وائل اللي سبق واللعب ايضا في الترجي في التونسي والنجم الرياضي الساحلي وائل اهلا بك مرحبا سلام ومرحبا بضيوفك ومرحبا بمستمعينك شنو احوالك شنو الامور؟ الحمد لله طقس باهي انا باهي الحمد لله باهي وائل خلينا قبل ما نحكيو شويه على التفاصيل علاش العوده هذه لتونس بعد ما كنت غالي بديت مسيرتك في المانيا؟ والله هي هذه العودة
ما نجمش انا نطلب نرفض معناها طلب النادي الاثنين من الكيب اللي كونتني وخرجت منها واعطتني برشا. هذه انا نسميها معناتها النداء الواجب. وعلاش ليه نداء الواجب؟ فما الناس معناها كانوا كونتر معناها انا نرجع لتونس نرجع ديريكت معناها لحد ما الاثنين. انا عكس هذا، انا فرحان برشا وشوف الجو تبدل ونشوف الجوارات معناها قاعدين يخدموا بعض اكثر من قبل. هذه حاجه تفرحني وهذا لو امبورطون. وانا بالاكسبيريونس نتاعي القليله نجم نقول المحترمه نجم نعاونهم ونجم نعاون اتحاد مازا تميم اللي هي مدرسه عريقه وفي كره اليد. شنو هو الاهداف حطيتوهم وائل؟ والله الاهداف تاعي باش نلموا لم الشمل ليكيب يلزمها تلعب على المراتب في الوسط. وعلاش ليه بلاي اوف؟ علاش ليه بلاي اوف؟ هذيك الاهداف اللي توكي حطينا قعدنا مع الاداره وحكينا معاهم وحكينا مع الجوارات وحكينا مع الناس الكل وربي جبنا في الصويا. بالنسبه لك انت اهدافك انت الشخصيه بعد مسيره كبيره لعبت في الثلاثه الكبار، اليوم الكلوب في الاسبيرونس وفي ليتوال كيف كيف، اليوم مسيره تدريبيه جديده، شنو تطمح فيها وائل؟ والله اسلام خويا انا درست معناها في نجم نقولوا في اقوى المدارس اقوى المدارس معناها واعرق المدارس معناها في كره اليد وتعديت بالشهاده الكل نتاعي وخذيتهم الكل في المانيا. كيما واحد كان جوار طموحاتي واحد ان شاء الله يكون معناه يقدم اضافه لكره اليد التونسيه ويكون مدرب محترم وذيك هي المسيره مع الواحد يحب يوصل لها ويحب بالاكسبيريونس كما قلت لك بالهوند اللي تعلمناه في المانيا وبالعباد اللي خالفناهم في المانيا. دونك علاش ليه ما ننفعوش بلادنا مازال تميم وتونس بصفه عام. والغدوه كلاسيكو بين ترجي والاتوال، ماتش كبير في الكره نتاع كره اليد التونسيه. بون فقد بريقه شويه في السنين الاخرى خاصه مع تراجع كره اليد في تونس، كيفاش تشوف المقابله هذه؟ والله مقابله كلاسيكيه ما تنجمش تحكم عليها. الاسبيرونس شويه فابوري، الاتوال مازالت مش الاتوال نتاع العاده، اما تقعد نجم الرياضي الساحلي فريق كبير في كره اليد. وتراجع الرياضي التونسي توكي عنده بيريود مسيطر على كره اليد التونسيه. ان شاء الله ليكيبات الاخرين ترجع باش ترجع القوم تاع الشامبيونا ويرجعوا الكلاسيكو ويرجع الديربي وترجع معناتها الكوره معناها ند للند. اما نطول باش يكون ماتش باهي كلاسيكو باش يقعد كلاسيكو ديما كلاسيكو. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك وائل على دخلك معنا، سعيد جدا وبالتوفيق ان شاء الله في تجربتك القادمة ولي ما في خطوات اهم خلال السنوات القادمة. مرسي ربي يخليك. مرسي. خلينا ناخذ رايك احمد في المقابلة نتاع الكلاسيكو افونغو اللي قبل الكلاسيكو الفوتة. اسلام بصراحة يعني الشغف بكرة اليد نقص كثير. نقص حتى نحن ما عادش نحكيو عليها برشا بعد النتائج السلبية للمنتخب الوطني في أغلب التظاهرات العالمية والقارية اللي عملها. وكذلك تراجع مستوى الأندية العريقة، ما دارينا مستوى النادي الإفريقي تراجع كثير، مستوى النجم الساحلي قبل كان فما شغف وكان فما معناتها ماتش ويت كبار وكان فما تنافس لآخر لحظة في الشامبيونات. تقريبا في السنوات الأخيرة أصبح التراجع النادي التونسي في طريق مفتوح رغم المنافسة الشديدة من النادي الإفريقي في بعض الأحيان. اللي نقوله نقص كثير كنقومو كره اليد، يا حسر على كره اليد وقتها كنا نتبعوا وكنا نتفرجوا وكنا دائما معناتها وراء المنتخب وراء الانديه نتاعنا، لكن في السنوات الاخيره للاسف على غرار كره الطائره وكذلك كره السله في السنوات تراجعت برشا بعض الرياضات الجماعيه في تونس. مروان ما فماش حكم اجنبي في المقابل، حكم تونسي باش يكون غير موجب وفار. لا اسلام الحقيقه الدوال في الهوند برشا صعوبات برشا خاصه ماليه معناها فماش تصريح تاع مدرب. هذاك كنت باش نحكي فيه اسلام بالنسبه للفريق النجم الذي الساحلي واللي نعرفوه عنده تقاليده في كره اليد السنين الاخرى بعدت برشا بيان سور. هذيك هي العام الجانب المادي اسلام حكمت على فريق كيما النجم الرياضي الساحلي. تعرف اليوم في تونس من احسن الملاعبين اليوم موجوده اللي في الترجي خاطر متوفر لهم الامور المادية. ما تبقى كما قالك وائل الحقيقة ديما عندها نكهة خاصة الترجي والنجم، حتى النجم الرياضي الساحلي مر فترة خايبة في كرة اليد ماتش من اليوم ما تنجمش تقرا له حساب ما فيهوش نتيجة قبل المباراة باش تتلعب فيه باش تتلعب بالكرة كان في الصالة وان شاء الله معناتها الأجدر هو يفوز وكا. ان شاء الله هكا نوصلوا لنهاية الحصة نتاعنا. يعطيك الصحة، شكرا لك مروان على تدخلك وحضورك معنا، أيضا طارق العبدلي بارك الله فيك، ثابت القهري أول مرة بحضرنا شرفتنا اليوم بوجود
وجودك ثابت كيف كيف. أيضا أحمد الساحلي يعطيك الصحة. كلمة بخصوص مروان قبل ما تختم، أنا نرى في صفحات مؤثرة تابعة للنجم الساحلي تدفع نحو تعيين مروان تاج في الإدارة نتاع النجم الساحلي، لأنه قالك هو اللي قادر ينقلك الجرين توك الرغبة في الانتصار للاعبين. شحال شوفوه مروان في أو جاك وفر في الديريكت مروان. ليه علاش ليه بون يا سلام راني من لوش عليه الحكايه منين تنجم تتعاون الناس فينا بوست مثلا انا انت لو مثلا شي البوست تراف روحك قادر انك تعطي فيها اضافه في النجم كما قلت انت انا عشان عندك الحب الانتصار اعطيك مرافق الفريق مرافق الفريق كمال بن خليلكي قال لك احسن 20 صحافي في العالم ومش غالي بالسؤال الاخر يعطيك صحه. شكرا لك احمد الصالحي، شكرا للولاد الكل في الاخراج، اجمل تحيات اسلام المدرب.